عباده صلى الله عليه وسلم من تفاؤله أنه يغير حتى الأسماء القبيحة التي تدل على الهم والغم والكربة يغيرها إلى أسماء حسنة. دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا هم يسمونها يثرب، ويثرب لفظ مشتق من التثريب، فتقول لا تثرب على فلان، يعني لا تلمه، لا ترمي عليه كربا، فالتثريب فيه هم وكرب ولوم. فلم يقبل عليه الصلاة والسلام يثرب، وإنما غيرها إلى طيبة، طيبة. وكان يضرب بعصاه على المنبر ويقول هذه طيبة، هذه طيبة، لما ذكر خبر الدجال وانصرافه عنها. ومر عليه الصلاة والسلام بجارية فقيل يا رسول الله اسمها عاصية، قال بل هي جميلة، غير اسمها إلى جميلة. وأقبل إليه رجل قال ما اسمك؟ قال حزن، والحزن هو الغليظ، قال بل أنت سهل. وغير اسم رجل كان اسمه عتلة سماه هشاما، ورجل كان اسمه شيطان، ورجل ثالث، أسماء متعددة. بل مر على وادي قال ما هذا الوادي؟ ما الوادي؟ قال وادي الضلالة، قال بل هذا وادي الهدى. ومر على قوم قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء بنو مغوية، قال بل هؤلاء بنو رشدة. ومر عليه الصلاة والسلام على أرض ما هذا؟ قالوا هذه غبرة، قال بل هذه خضرة. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يتفاءل حتى بتغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، لأجل أن يحسن هؤلاء الناس ظنهم إذا ظنوا مروا بالوادي أو نادوا هذا الاسم أو زاروا هذه القبيلة، فإنه لا يقع في القلب شيء من سوء الظن، بل حسن الظن الدائم. وقد كان العرب في السابق يتشاءمون بأنواع التشاؤم، ويخرج الواحد من بيته وكأنه يبحث عن شيء يضيق صدره، فإن رأى حمامة سوداء أو سمع نعيق غراب أو سمع أحدا ينادي آخر بلفظ سيء بذيء قال قد ساء يومي، هذا يوم شر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا عدوى ولا طيرة، لا تتطيروا، لا تتشاءموا. ويعجبني الفأل، يعجبني التفاؤل الدائم عندما يمشي المرء بين الناس. كان ابن الرومي من الأدباء الكبار، وإن كان عليه ما عليه في عقيدته، وكان سيئا في تشاؤمه إلى حد لا يحتمل، يتشاءم بكل شيء. فقال اشتروا لي غلاما واحرصوا على اسمه أن يكون اسما حسنا حتى لا أتشاءم. فجعل أهله يطوفون في السوق حتى اشتروا له غلاما اسمه إقبال، يعني إقبال الخير إليك، إقبال الصلاح، إقبال الهدى، إقبال الرزق، إقبال السعادة. فلما جاءوا به إليه قال ما اسمك؟ قال إقبال، فأعجبه الاسم. ثم سكت قليلا وغلبت عليه طبيعته المتشائمة وقال أخرجوه عني، وغطى وجهه، أعوذ بالله أخرجوه عني. قالوا لما؟ اسمه إقبال. فقال إني قد قلبت اسمه فصار لا بقاء، إذا قلبت إقبال صارت لا بقاء، فهذا معناه لا بقاء لي في الدنيا، لا بقاء لأولادي، لا بقاء لمالي، لا بقاء لرزقي، لا بقاء لكذا، أخرجوه عني، وطرده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إنا عند حسن ظن عبدي بي ظن بالله خيرا ولا تكن مثل هذا أو ذاك. سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يملأ قلوبنا حسن ظن به، وأن يصلح أحوال أمتنا في كل مكان. قولوا ما تسمعون وأستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.